السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال الأفاضل الجمال في كل مكان في مصر وفي الوطن العربي، أهلا وسهلا بكم. لقاء يتجدد في عيدنا المبارك، أسأل الله العظيم أن يجعله عيد مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية في كل مكان. يومنا الثالث، برنامج العيد فرحة ومجموعة من أفضل وأجمل الأطفال من أكاديمية اقرأ بالقاهرة بيكونوا موجودين معنا النهاردة، نفرح معاهم ونشوف كده أخبار العيد مع الظروف الاستثنائية اللي احنا فيها ايه الأخبار. اسمحوا لنا نتعرف عليهم ونقعد مع بعض فترة كده نفرح معاهم ومعاكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم البنات الجميلات الفضليات، أهلا وسهلا بكم الرجالة الجمال. اسمحوا لنا أول ما نبدأ، أحسن حاجة نبدأ بيها إيه يا أولاد؟ ها؟ القرآن الكريم، خير ما نبدأ به هو القرآن الكريم. اسمحوا لي نبدأ مع صاحب الصوت الجميل، اتفضل صاحب الصوت الرائع الأستاذ حمزة هشام. حمزة ابدأ بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخام، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله على الصوت الطيب الجميل الرائع، يا رب يحفظك أنت وأهلك وناسك يا حمزة على الصوت الرائع الجميل ده. حمزة هشام في الصف الثالث الإعدادي مش كده؟ بمعهد إيه؟ معهد الصديق. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك وفي أسرتك الجميلة. طيب بما إن إحنا ابتدينا القرآن مع الصبيان، اسمح لنا كده نبدأ الفقرة الثانية يا حمزة، الرجالة الجمال نبدأ الفقرة الثانية مع البنات. والدكتورة بقى رحمة عماد، أهلا وسهلا بيكي. رحمة انت في سنة كام؟ أولى إعدادي. أنا مش سامعك، علي صوتك عشان الناس تسمعك. أولى إعدادي. في الصف الأول الإعدادي. السنة اللي فاتت بقى أنتوا طبعا السنة دي عملوا لكم النظام الأبحاث، وكان موضوع غريب علينا شوية، ولكن الحمد لله عدى كويس مش كده؟ الحمد لله. وإن شاء الله بإذن الله تكوني من الناجحات. ها؟ إن شاء الله. طيب أنا سمعت بقى يا رحمة منك قبل ما أسألك بقى سؤال تاني، سمعت إن أنت كنت بتديري جزء من البرامج بتاعة البرامج المدرسية الصبح في الطابور. واختاروك ازاي بقى يا رحمة؟ هو كلهم كانوا يعني كانوا دايما لما كانوا اي مدرس كان بيجي بيطلع للإذاعة، كنت انا دايما يعني اكترية الاوقات انا دايما اي درس اي موضوع كانوا انا اللي دايما بيطلعوني اقرا، كانوا شايفيني بعرف اقرا كويس، فدايما انا اللي كنت بقدم الناس في الإذاعة كده. طيب انا عايزك بقى ايه، كانك في الاذاعه الصبح وكانك بتقدمي الفقره بتاعه الحديث مثلا، يعني في مثلا ايه رحمه عماد هتقول حديث فانت بتقدميها، بتبداي ازاي؟ عايز اشوف القدره بتاعتك على التقديم بقى، كانك بقى واقفه في الطابور الصبح قدام كل الاولاد والطلبه في المدرسه وبتقدمي بدايه بقى الافتتاح بقى، وبتقدمي بقى رحمه عماد هتقول حديث، بتقولي ايه بقى في الحديث؟ هتبداي ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم. عليه وسلم. جميل جدا، ربنا يحفظك ويبارك فيك، رائع جدا جدا. القعدة في البيت أخبارها إيه يا رحمة؟ هي حلوة حلوة شوية. بس مش حلوة قوي، اه زهقتي؟ ها، اه زهقت. نفسك بقى نفسي نخرج. نخرج. أنا أكيد هرجع لك تاني وأسألك على الفرق بين العيد ده والعيد اللي فات ونتكلم شوية، بس خليني كده أشوف حنين محمد. إزيك يا دكتورة حنين؟ الحمد أنا لله. عرفت إن أنت فنانة بقى، وما شاء الله عليكي بقى، إيه، عندك مواهب وبتحب الرسم وكده يعني، ها صح فعلا كده؟ الحمد لله. بس عرفت ان انت النهارده هتقدمي لنا حاجه تانية. هتقدمي لنا ايه النهارده يا حنين؟ أقدم أغنية اسمها أول يوم جنبي في مدرستي. اسمها اول يوم جنبي في مدرستي، انشوده جميله كده. طب يلا فرحينا. احنا على أول فكره انت عايزه تقولي لي ان المدرسه وحشتك واصحابك في المدرسه وحشوكي؟ بالفعل. بالفعل ان شاء الله، باذن الله ربنا هيرفع الهم والغم عننا ونرجع آمين نمارس حياتنا الطبيعية تاني إن إن شاء شاء الله، الله بإذن الله. ونرجع نحب مدرستنا ونروح ونشوف أصحابنا وأصدقائنا اللي بنحبهم إن شاء الله. إن شاء يلا، الله. أول يوم جنبي في مدرستي. أول يوم جنبي في مدرستي، بالليل بتجلد كراستي وبتكوي هدومي وقبل تقومي، وجنبي في نومي وفي حراستي، أمي يا نور بتنادي ست الكل بموت فيكي، بوجودك تضحك دنيتي لو بوست ايديكي، ربنا يحميكي يخليكي يبارك فيكي، من غيرك يعرف تفاصيلي يسهر ويصلي ويدعيلي، مهتمة بشكلي ولبسي وأكلي، حتى مشاكلي تيجي تشيلي، أمي يا نور بتنادي ست الكل بموت فيكي، بوجودك تضحك دنيتي لو بوست ايديكي، ربنا يحميكي يخليكي يبارك فيكي، من بالي وبالك ما ينامشي، يلا انا على ايدك قمت امشي، على طول قلقانه وشايله امانه، ولو تعبانه ما بيبانشي، امي يا نور بتنادي ست الكل بموت فيكي، بوجودك تضحك دنيتي لو بوست ايديكي، ربنا يحميكي يخليكي يبارك فيكي. اول يوم جنبي في مدرستي، وانا افتكرت ان انت هتتكلمي عن اصحابك اللي وحشوكي. اتاريكي بتقولي انه حتى اول يوم في المدرسه بيبدا بماما اللي انت بعت لها القصيده الجميله وبتقولي لها يا نور بيتنا، مش كده؟ يا حبيبتي أمي يا نور بيتنا يا ست الكل. يا امي يا نور بيتنا يا ست الكل. طيب بصي بقى يا حنين، مش هينفع نعدي الكلام الحلو ده من غير ما نبعت رساله لماما. بص بقى للكاميرا دي كده، وابعتي رساله لمامتك اللي اكيد بتتفرج عليكي دلوقتي. تقولي لماما ايه يا حنين؟ الله، السلام عليكم ماما، عامله ايه؟ وحشتيني، وكل سنه وحضرتك طيبه. مفيش بحبك يا ماما. بحبك يا ماما، بموت فيكي. طب احنا قلنا يا ماما، مفيش حاجه لبابا ولا عشان نعرف نروح يعني؟ نقدر انسى بابا طب طالما في ماما. قولي، الحمد لله ابعتي. ربنا يرزقك. ازيك يا بابا، عامل ايه؟ وحشتني، كل سنه وانت طيب، وبحبك يا بابا. يا نهار ابيض على الرقه والجمال، ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويبارك فيكي، واكيد هم كمان بيحبوكي زي ما انت بتحبيهم كده. انت عندك اخوات قد ايه يا حنين؟ ثلاثة. طيب هنتكلم بقى معاهم عن شقاوتهم، بس خليني اخد منك الميكروفون ده. اتفضل. ونرجع للشقاوه بقى وللصبيان. نبدا بيوسف. يوسف الشقاوه كلها، يوسف علي. يوسف ابراهيم، انت في سنه كام؟ في اتنين. سبع سنين. في اتنين ولا في سبع سنين؟ سبع سنين. هو انا سألتك انت عندك كام سنة؟ لا، انا بقول لك ايه، انا عايز اجابة واضحة. انت في سنة كام؟ سنة كام؟ سبع سنين. في سنة تانية؟ في سنة تانية؟ طيب. وعندك سبع سنين. طب لو حد خد منهم سنة يبقى عندك كام؟ ثمان سنين. لو حد خد، ايه ده يا عم، انت في الحساب ضايع زي ولا ايه؟ طيب ما يجراش حاجة. بص بقى يوسف، عشان أنا عارف بقى كده وعندي رسالة كده من بابا إبراهيم إن أنت الشقاوة كلها ومكسر الدنيا في البيت، أنت عندك إخوات قد إيه؟ تلاتة. مين بقى؟ مريم وحمزة، هما الاتنين. إيه ده، مش كانوا تلاتة دلوقتي؟ أنا ساعات بتلخبط. ده أنت على طول بتتلخبط. بس ماشي. وبتعمل أنت قلت لي بابا بيشتغل إيه؟ محامي. وماما؟ دكتورة.
ما شاء الله، يعني انت بين القانون وبين الطب. ربنا يا رب يحفظ اهل القانون ويحفظ اهل الطب. لو ماما بتتفرج عليك دلوقتي يا يوسف، تحب تقول لها ايه؟ أنا بحبك جدا يا ماما. جميل، اكيد هي كمان بتحبك. طيب هتسمعني ايه يا يوسف؟ انا واحد مليون. بتحب ايه؟ بقى القصيدة اللي هتقولها اسمها ايه؟ انا واحد ما بين ملايين. اقرب الميكروفون عشان مش سامعينك. انا واحد ما بين ملايين. انت واحد ما بين ملايين؟ طب اتفضل سمعني. لو انت واحد ما بين ملايين. انا واحد ما بين ملايين، بفكر في اللي جاي ليكي حبيبتي الكل متعهدين، نعلو نبني أراضيكي، رسمنا لك صورة في بالنا هتبقي حتة من الجنة، وبكرة يا مصر هتشوف اللي قلنا عليه. لا ثانية واحدة يا يوسف، أنا شباب في الإعداد، من فضلكم لو سمحتم في الإخراج عايزين نسمع القصيدة بتاعت مصر دي بصدى الصوت كده ونجملها كده، لأن بصراحة شكلها كده هتعجبنا قوي، فمن فضلكم أنتم معانا. يلا تاني يا يوسف، يلا تاني قولها من الأول. أنا واحد ما بين ملايين، بفكر في اللي جاي ليكي حبيبتي الكل متعهدين، نعلي ونبني أراضيكي، رسمنا لك صورة في بالنا هتبقي حتة من الجنة، وبكرة يا مصر هتشوف اللي قلنا عليه، وهنفيدك بأفكارنا، وبكرة يقولوا طورنا، مفيش حاجة صعبة وهنوصل، نخاف من ايه؟ عشان حلمك يشوف النور، تعبنا له سهرنا له وأنجزنا ده في شهور، محدش جاي على باله، ورسمنا لك صورة في بالنا هتبقي حتة من الجنة، وبكرة يا مصر هتشوف اللي قلنا عليه، وهنفيدك بأفكارنا، وبكرة يقولوا طورنا، مفيش حاجة صعبة وهنوصل، نخاف من ايه؟ رسالة بحلم جيل ورا جيل، قصاد الكل في دماغي، وأرضك يا ما رزق وخير، وروحي سر إلهي. الله، ده عارف دي بقى لو كان ينفع اسقف لك كنت سقفت لك دلوقتي، لأن أنت قلت قصيدة من أجمل وأروع القصائد اللي سمعتها في حب مصر. مين اللي حفظك القصيدة دي؟ قرب الميكروفون من بقك. الميس. المعلمة بتاعتك في المدرسة؟ اسمها إيه المعلمة؟ قرب الميكروفون. مس نيفين مسمارو. خلي الميكروفون قريب لو سمحت، أنت كل شوية تبعده ليه؟ أنت بقى قلت مس نيفين، المعلمة نيفين والمعلمة مروة. بعد إذنك يا يوسف، اللي حفظك الكلام ده أكيد أكيد لازم يستاهل مننا رسالة شكر، صح؟ بص للكاميرا اللي هناك دي وقول لي مس المعلمة نيفين، قول لها ابعت لها رسالة شكر، قول لها أنا بشكرك جدا وبحبك جدا. يا مس أنا بشكرك جدا وبحبك جدا. ومس مروة. مس مروة أنا بحبك جدا. هما بيساعدوك في حفظ الكلام الجميل ده كده. في حد بيضربك في المدرسة يا يوسف؟ قرب الميكروفون. في حد ساعات بيضربوني وأنا بضربه. إيه ده، من صحابك يعني؟ لا أنا بتكلم على المعلمين والمعلمات. لا أبدا. بيحبوك كلهم ها؟ بتحب المدرسة وبتحب المعلمين والمعلمات بتوعك. غريبة جدا. وبعدين ايه موضوع بتتخانق مع اصحابك في المدرسة ده؟ شقاوة عادية كده يعني؟ شقاوة عادية. عادية كده مش كده؟ أنا بشكرك يا يوسف وهرجع لك تاني، وتاني بشكرك على القصيدة الجميلة في حب مصر اللي أنت قلتها دلوقتي، وأنا من خلالك دلوقتي هبص بقى أنا للكاميرا بتاعتي وأقول إيه؟ وأقول لكل اللي بيحمونا على الحدود من جوه مصر ومن بره مصر، جيش مصر وشرطة مصر، تحية شكر وتقدير على كل اللي بتبذلوه. وبقول كمان للي بيحمونا وبيحموا صحتنا من الأطباء والطبيبات وفرق العمل كلها، تحية شكر وتقدير على كل الجهد الكبير اللي بتبذلوه عشان تحافظوا علينا وعلى صحتنا. أسأل الله العظيم إنه يحميكم ويحافظ عليكم ويبارك فيكم وفي ولادكم وفي أسركم إن شاء الله. صح كده؟ خلاص؟ طيب ممكن بقى تدي الميكروفون لنضال؟ دكتور نضال عامل إيه؟ شكلك هادي بس باين عليك شقي، يعني شكلك كده يعني. انت في سنه كام يا نضال؟ ايه انت في سنه كام؟ كي جي 2 داخل في اولى ابتدائي. انت في كي جي 2 ورايح سنه اولى؟ اه. ما شاء الله. اقرب المايك من بقك بقى عشان ما فيش حد يسمعك، كلهم بيتخانقوا معايا دلوقتي وقاعدين يقولوا مش سامعين. خلي الميكروفون قريب. انت في كي جي 2 ورايح سنه اولى؟ اه. جميل جدا جدا.
بتعمل ايه بقى في البيت مع اخواتك وفي العيد بقى كده والفتره بتاعت الحبسه دي، بتعملوا ايه؟ بتتخانقوا مع بعض ولا بتلعبوا؟ ده نلعب مع بعض ومبسوطين جدا مع بعض، وبنبقى كريمين مع بعض، اللي محتاج حاجة بنديله، ما بنتخانقش مع بعض. احنا ممكن نتخانق شوية بس خناقة طبيعية عادي، بنتصالح بعديها عادي. انت لو ما كنتش قلت الحته دي كنت اقول لك ان ماما وبابا طول الليل قاعدين يحفظوك، لان ما فيش حد كده ما بيتخانقش مع التاني، ده الطبيعي ان احنا نتخانق، بس انت قلت الصح يعني، قلت من شويه بنتشحن كده ونرجع نتصالح تاني يعني. اكتر حد في اخواتك بتحبه مين؟ كلهم، ما فيش حد بحبه. ده انت دبلوماسي قوي. ايه ده، ده انت ما شاء الله يعني كلامك كله، ربنا يحفظك ويبارك فيك يعني. طيب يا نضال، انت عندك ايه؟ اتفضل، عايز تقول ايه؟ انا عندي اغنيه فعلا. اتفضل، يا ريت نسمع منك حاجه جميله كده. اتفضل يا نضال. اول تعالوا نحلم نبقى كبار ونمشي مع بعض المشوار، وكل واحد مننا يقول لنا شوية أفكار. أنا بحلم أكون دكتورة ممتازة أو شطورة، أعالج الناس وأخففهم، وده حلمي وخدت قرار. أنا بحلم أكون طيار وبعد كل الأخطار، عن بلدي وأهلي وناسي وأحافظ على الأسرار. أنا بحلم أكون مهندس، أرسم مع اللوحة وهندس، وابني الأرض وعمرها، تبقى بلدي وأرض عمار. جوايا ناس أمنية، أبقى الأم المثالية، أربي أولادي وأعلمهم يكونوا دايما على الإسلام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الكلام الرائع. هرجع ادردش معاك تاني بس معايا مداخله. دكتوره ساره، السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا، عليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا يا دكتوره، ازاي حضرتك؟ ربنا يحفظك، عيدك مبارك. الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيب، وعيد سعيد على الامه الاسلاميه جميعا يعني. يا رب ربنا يسمع منك ويبارك فيك، عيدكم مبارك ان شاء الله. حضرتك الدكتوره ساره والده يوسف؟ والده يوسف ومريم. ومريم ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا دكتور. واضح انه يوسف مستعد وجاهز ما شاء الله، قال لنا قصيده جميله. هو يوسف متحمس جدا بصراحه يا. ربنا يا رب يبارك فيك وفيهم يا رب. قولي لي القعده في البيت يوسف ومريم مع باباهم، انا عارف طبعا ان فرق العمل بتاعت الاطباء دايما عندكم بقى السهر، وعندكم اليومين دولت حاله طوارئ يعني، عاملين ايه مع باباهم بقى؟ لا هم الحمد لله يعني، ويوسف ومريم الى حد ما مطيعين شويه يعني في البيت، بيسمعوا كلام انا بحفزهم يعني. قولي لي يا دكتوره الظروف الاستثنائيه اللي احنا بنعدي بيها دي، والمخاطر اللي بتمر بيها مصر والوطن والعالم كله، انت جوه المطبخ دلوقتي، قولي لي كده بين الواقع والمأمول احنا رايحين فين؟ والله يا دكتور طارق، اول الدنيا دلوقتي طبعا الاعداد زادت جدا وبقت فوق طاقة المستعدية للمستشفيات، فإحنا بنتمنى بس من الناس إن هي تساعدنا يعني، هم بس يلتزموا يعني التدابير الاحترازية وبيلتزموا بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. طبعا أهم حاجة عشان إحنا يعني نحافظ على نفسنا ونحافظ على أولادنا، إن إحنا نتجنب أماكن الزحام على قد ما نقدر، غسيل الأيدي طبعا يعني، نعود ولادنا ان غسيل الايدي ده بالنسبه لنا احسن من اي سانيتايزر او اي واقي انا هستخدمه او اي جل لليد. كون ان انا اغسل ايدي 20 ثانيه تحت الميه ده يعني بيخلصني من 99% من الميكروبات اللي على ايدي. وطبعا نبتدي نعود ولادنا على اداب الكحه والعطس والكلام ده، وان احنا نستعمل المناديل اللي يعني يا دوبك انا اكح او اعطس، لان اي رذاذ بيخرج مني ممكن نوعين ينقل العدوى. كان الاول الكلام على ان احنا المسافه ممكن متر او متر ونص، لا دلوقتي في ابحاث جديده ان الرذاذ ممكن ينتقل لحد مسافه 5 متر لغايه 5 متر. طبعا على قد ما نقدر ان احنا نحجم موضوع انتشار الرذاذ دوما باستخدام المناديل والتخلص منها فورا يعني. طب يا دكتوره اسمحي لي اطول معاكي شويه، معلش فرصه حضرتك معايا وبتكلميني كلام في منتهى الخطوره، وحضرتك بتكلمي على الوقايه وعلى الوعي، زياده الوعي، واتكلمتي في البدايه على انه ما نصطحبش الاولاد، وده الموضوع اللي بيشغلني، الى الاماكن اللي فيها خطوره، اماكن التجمعات او الاماكن المزدحمه. اكيد طبعا.
وانه حضرتك حريصه على انه النسك بتاعنا في البيت يتغير شويه من خلال زياده المعيار، معايير النظافه اللي حضرتك اتكلمت فيها، الغسيل الايدي ولبس الواقي واستخدام المناديل. فالحاجات يعني ممكن، يعني ممكن استخدام الواقيات يعني انا اقتصرها بس لو انا اضطريت ان انا يعني اخد الاطفال في مكان مزدحم، يعني مثلا انا هضطر ان انا اخدهم مع عياده طبيب او كده للكشف مثلا او حاجه، فساعتها اه لازم الطفل لازم البسه الكمامه. لازم الخروج بالكمامه. اه اه اكيد طبعا. طب رساله من حضرتك يا دكتوره لكل اللي بيسمعونا دلوقتي في مصر والوطن العربي، بتأكد على خطورة الوضع اللي احنا فيه وأهمية فعلا زيادة الوعي عندنا والالتزام بالأماكن البعيدة عن التجمعات. رسالة من حضرتك وانت جوه مطبخ الطب وطبيبة من طبيبات مصر، الناس الله العظيم انه يحميكم ويعصمكم. هي يعني الرسالة الأولى والأخيرة ان انا بقول للناس يا جماعة ساعدونا بالله عليكم، ما تخرجوش إلا للضرورة، يعني ان الموضوع فعلا المنظومة الصحية مش هتقدر تستوعب ان كل العدد ده يتعب في نفس التوقيت. احنا مستشفياتنا مش مؤهله بكده، ما عندناش اصلا اماكن كفايه، مستشفيات العزل خلاص اتملت وبدانا نفتح المستشفيات العامه، ودي مشكله ثانيه. ان انا دلوقتي لو عندي مريض باي حاجه ثانيه غير الوباء اللي هو اللي سايد عندي في العالم دلوقتي، المريض ده محتاج ان هو يدخل رعايه او محتاج ان هو يتحجز في مستشفى لاي سبب من الاسباب، الحاجات المميته زي مثلا الجلطات او غيبوبات السكر، غيبوبات الكبد، الحاجات دي انا دلوقتي ما بقاش عندي مكان. فانا دلوقتي يعني احنا زي ما بنقول كده اتحطينا في خانه اليك، انا لا عارف او انا مش مستوعب الحالات اللي عندي من الوباء، في نفس الوقت ما بقاش عندي اماكن للحاجات الثانيه. فيا جماعه بالله عليكم التزموا البيوت، التزموا البيوت، ساعدونا. طب يا دكتوره انا سؤال، طب لو حد اكتشف ان هو مريض وعنده الاعراض بتاعه المرض الكورونا، معلش حضرتك تنصحيه نعمل ايه؟ هو يعمل ايه والمخالطين يعملوا ايه؟ اول حاجه طبعا لو انا خلاص اتاكدت ان انا ايجابي سواء بقى بالتحاليل او بالاشعه المقطعيه على الصدر، لازم الشخص ده يعني الاول الطبيب يفحصه يعرف هو الحاله الصحيه العامه بتاعته ايه. مفيش يا دكتوره، مفيش طبيب هيفحصه بالعزل المنزلي. يا دكتوره مفيش طبيب هيفحصه، مش هيدخلوه مستشفى بالجهاز اللي بيكشفوا عليه، مش هيقبلوه، مفيش طبيب هيفحصه، ظهرت عليه الاعراض يعمل ايه؟ ما هو الاعراض دي يا فندم بتتفاوت شدتها من ان انا عندي دور برد عادي مجرد صداع وتكسير في الجسم ورشح، لاعراض تنفسيه حاده لازم ان العيان ده ممكن يحتاج اكسجين او ممكن يعني الموضوع يتطور انه ممكن يحتاج جهاز تنفس صناعي. فهي الاعراض دي بالنسبه لي بتتفاوت. هل لو انا بالنسبه لي الاعراض بسيطه وانا الحمد لله نسبه تشبع الاكسجين في الدم عندي كويسه، خلاص يبقى انا كده كويس جدا، انا هلتزم بيكي وهبتدي اعمل عزل منزلي. عزل منزلي. اتفضل حضرتك. عزل منزلي. اه العزل المنزلي دلوقتي ان انا المريض بيلتزم اوضه واحده في البيت، طول ما هو قاعد في البيت بيبقى لابس ماسك. الاوضه دي لو انا مثلا هدخله اكل هدخله علاج، المفروض ان انا ما بدخلش خالص، بسيب له الاكل او العلاج بتاعه على باب الاوضه وببتدي اخرج. يا ريت لو البيت فيه حمامين يكون ليه حمام منفصل عن بقيه الافراد في البيت، لو ده مش متوفر فانا بشوف اقرب اوضه فيهم للحمام وابتدي اقول ان هي دي خلاص هتبقى اوضه العزل بتاع المريض. طبعا وهو مثلا هيخرج من الاوضه بتاعته عشان يروح الحمام، المفروض المطهر بتاعه في ايده، اي حاجه بيلمسها في سكته بيبتدي ان هو يطهرها، ادوات الاكل وادوات النظافه وكل حاجه تخصه بتبقى منفصله تماما عن بقيه افراد البيت. المخالطين يا دكتوره، المخالطين يعملوا ايه؟ يعني هو المخالطين ممكن بس احنا نبتدي ناخد شويه فيتامينز كده، حاجات تحسن المناعه عندنا. زي ما قلت لحضرتك طبعا محدش بيختلط بالمريض نهائي، حتى لو مثلا هيزوروا حاجه او كده بيبقى الكلام ده من بعيد. بنلتزم طبعا بالمسافات، ان انا لو هتكلم معاه لاي سبب من الاسباب يكون برضو في مسافه مش اقل من 5 متر بيني وبينه. لو حد منهم بدا يظهر عليه اعراض هو كمان، بنبتدي برضو معاه البروتوكول العلاجي بالفيتامينز وعلى حسب الاعراض اللي بتظهر عندي. يا دكتوره والله يعني انا احنا بنقول العيد فرحه، وكنا مش انا مش عارف اقول لك، بس ان شاء الله هنفرح
انا بشكر حضرتك طبعا على يعني الهم، انا شايف سامع في صوتك وحاسس في نبرة صوتك الوجع والهم يعني اللي احنا بنمر بيه. اسال الله العظيم انه يحفظكم ويحميكم انت وكل اطباء مصر وكل الفرق الطبيه من اصغر واحد لاكبر واحد. وتحيه شكر وتقدير للسيده وزيره الصحه بما ان حضرتك موجوده معانا على الجهد الكبير اللي بتبذله، ولان الموضوع اكبر مننا واكبر من العالم كله يعني. فانا بشكر تاني حضرتك على مريم وعلى يوسف، وبشكر حضرتك على النصائح الغاليه. ربنا يا رب يبارك فيك ويحفظك ويحميك يا دكتوره ساره. شكرا جزيلا للمداخله الطيبه بتاعتك. ماما بقى كلمتنا ونسيت اقول لها انت بتعمل عامل مشاكل ولا لا، بس الحمد لله هي طمنتنا يعني. ارجع تاني لنضال بعد المكالمه بتاعت الدكتوره ساره دي. كلنا سمعنا لازم نغسل ايدينا كويس بالميه والصابون 20 ثانيه، ولازم يبقى لو هنتحرك في اي مكان الكمامات بتاعتنا معانا، هكح او اعطس لازم يبقى معانا المناديل بتاعتنا، ما اروحش في اي مكان في زحمه ها الا اذا كنت متاكد ان المكان دوت امن ومتطهر، وزي ما احنا عملنا في الاستوديو هنا كده ورتبوا لنا الدنيا كلها قبل ما نخش وتاكدوا على ان كل حاجه تمام، لولا ان هم سمحوا لنا ان احنا نقعد بالمسافات القريبه دي. وان شاء الله ربنا يحفظكم. نضال، انت قلت لي بقى انت بتحب اخواتك وبتلعب معاهم، وها هتروح المدرسه بقى السنه الجايه، تروح سنه اولى ابتدائي. مدرستك اسمها ايه؟ قرب المايك. اسمها الشهيد محمد ابو عبيد. الشهيد محمد ابو عبيد. انت هتخليني تاني كده اقول لك اسال الله العظيم انه يرحم شهدائنا ويصبر اهلهم في الظروف اللي احنا فيها دي، ما عرفوش يعيدوا. يا رب يرحم شهدائنا، شهداء مصر وشهداء العالم كله، كل اللي بيدافع عن وطنه وكل اللي بيحافظ على حدوده، يا رب يحفظهم ويحميهم. طيب يا نضال اديني بقى الميكروفون كده، ابعد شويه عن الرجاله وارجع لك تاني. اتفضلي يا رحمه. ادي لي امل، امل شعبان. أمل أنت في سنة كام يا أمل؟ قربي الميكروفون لو سمحتي. تالتة. سنة تالتة ابتدائي ما شاء الله. أنت عندك إخوات قد إيه يا أمل؟ واحدة. واحدة بس؟ اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ سلمى. طيب قولي لي بقى أنت إن شاء الله النهاردة عايزة بقى يعني حابة تسمعينا إيه النهاردة؟ هتقولي لنا إيه؟ تقرأي قرآن ولا هتقولي حديث ولا إيه؟ قرآن. تقرأي قرآن؟ طب يلا أسمع منك وبعدين أتكلم معاكي تاني. يلا هتقولي قرآن، تقرأي سورة إيه؟ والتين والزيتون. يلا وانا هساعدك اهو. يلا يلا جاهزه. والتين والزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. وطور سينين. وطور سينين. وهذا الفلسف. طب استنى، طب دقيقه واحده دكتوره مريم، ممكن ترجع لورا شويه؟ ايوه خالص، كمان. حاضر. انت عايزه تروحي الحمام يا مريم دلوقتي؟ طيب اتفضلي. طب دقيقه واحده اتاكد بس حد هيستقبلك بره ولا لا. ماشي دقيقه واحده. طب انزلي يا مريم، عدي كده بالراحه، عدي كده بالراحه، انزلي عدي بالراحه، روحي مع عمه يلا هيديك لحد بره. روح تعالي لي تاني. يلا مع السلامه، هستناكي. يلا يلا يا امل اتفضلي. يلا انا معاكي اهو، قربي منها يا سلمى عشان تساعديها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ارجعي لورا يا سلمى كده. طب ادي الميكروفون لسلمى دلوقتي. طيب ارجعي لتاني يا سلمى مكانك. سلمى شعبان، قالوا لي انك فنانه وانك ما شاء الله عليكي كده عبقريه وعندك حاجات كتير، بس انت النهارده بتقدمي لنا اسماء الله الحسنى مش كده؟ طيب انت في سنه كام السنه دي؟ في سنه سته. الميكروفون عشان هم مش سامعين حاجه. انت في سنه سته السنه دي؟ قولي لي بقى العيد السنه دي مختلف عن كل الاعياد اللي فاتت صح؟ ايوه. عشان ما بنخرجش فيه. ما عرفناش نخرج فيه صح؟ زعلانه ومتضايقه ان العيد السنه دي كده محبوسين. مش كده؟ طب انت بتعملي اجراءات السلامه في البيت بقى عندك هناك النظافه وبتغسلي ايديكي وبتلبسي كمامه وكده يا سلمى؟ ايوه. انت وكل اللي موجودين عندك في البيت؟ اكتر حاجه بقى كنت بتحبي تعمليها في العيد ومحرومه او زعلانه منها دلوقتي ايه؟ يعني العيد اللي فات عملت ايه في العيد اللي فات؟ خرجت. رحتوا فين؟ مش فاكره؟ مش كنت قلتي لي باين رحتوا مول مصر باين ولا فين؟ ايوه انا فاكر بتكلميني. طيب قولي لي يا سلمى، انا عارف ان انت فنانه وبتحبي ترسمي وكده، حد بيشجعك على الرسم بقى وكده في البيت؟ ايوه. مين؟
ماما. مامتك؟ ها بص للكاميرا دي كده وابعتي رسالة شكر لمامتك، تقولي لها ايه؟ بص كده قولي لها ايه؟ شكرا ماما وبحبك. هي كمان اكيد بتحبك. يلا وشوفي كده هتسمعيني ايه. يلا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب اتفضلي. الرازق هو المتكفل بأرزاق. انت هتقولي أسماء الله الحسنى هتشرحيها؟ طيب قولي الاسم الأول وبعد كده اشرحيه. اسم الله الإيه؟ اسم الرازق. الرازق. يلا انت تقولي اسم الله الرازق واشرحي. الرازق. أيوة. هو المتكفل بأرزاق العباد. متعلي صوتك شوية. الرازق هو المتكفل بأرزاق العباد. الرازق هو المتكفل بأرزاق العباد. جميل جدا جدا. تعالي يا مريم اتفضلي يا حبيبتي اقعدي. اقعدي يا حبيبتي شاطرة على مهلك. خلي بالك من السلك. ارجعي ارجعي لورا. ارجعي دقيقة واحدة يا سلمى ناخد معانا اتصال وبعدين ارجع لك تاني. ماشي؟ الأستاذ محمد معايا اتفضل. أيوة السلام عليكم. أهلا وسهلا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. أنا سعيد جدا ببرنامج حضرتك ده يا دكتور الله. الأستاذ محمد نوارة معايا. كل سنة وأنتم طيبين. ربنا يحفظك. أنا دورت في القنوات كلها دكتور ما لقيتش أجواء العيد أحسن من برنامج حضرتك والله العظيم. يا رب يحفظك ويبارك فيك أنت ونوارة كلهم، يا رب يجعلكم دايما نوارة. ربنا يجازيك خير يا دكتور والله، والله أنا تابعت حضرتك وفعلا لما بنشوف أطفال زي دول أنا ببقى سعيد جدا والله. حضرتك جبت من الصعيد وجبت من البحري وجبت من قبلي، حاجة مشرفة يعني. ربنا يحفظك أستاذ محمد. والله إحنا حاولنا نرفع بس ونبث روح الأمل واجتهدنا مع بعض أولياء الأمور يسيبوا لنا الأولاد بالشروط ويعني تعاملا مع الظروف اللي موجودين، وقلنا نرفع مع بعض روح العيد كده يعني. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب. قول لي ابن عبد الرحمن عايز يسلم على حضرتك. يشرفني ويسعدني. اديني الدكتور عبد الرحمن. اه اتفضل. اه يا دكتور. يا دكتور عبد الرحمن كل سنه وانت طيب. انت عامل ايه؟ انت اللي عامل ايه يا قمر؟ ربنا يحفظك. خدت العيديه يا عبد الرحمن؟ ايه. خدت عيديه كام؟ ابوك محمد نوره ادالك عيديه قد ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله. على ماما ومن عيد على يوسف وكيماء. يلا قول. ربنا يبارك فيك وفي يوسف وفي سلمان وفي مامتك. ان شاء الله السنه الجايه نستضيفك معانا. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا حبيبي ويصلح حالك. حضرتك يا دكتور ويجازيك عنا خير يا دكتور. جزاك الله خير يا حبيبي. ربنا يحفظك يا استاذ محمد انت واولادك كلهم عبد الرحمن ويوسف وسلمان والاسره الكريمه وعيدك مبارك يا حبيبي. مدام برضك لان هي واقفه وبتسمع هي فانا عايز اعيد عليها كمان. اتفضل قول. انا بعيد على كل ولادي وعلى المدام بتاعتي صباح السماني بقول لها كل سنه وانت طيبه. احنا بنبلغ تحياتنا مع حضرتك وبنضم صوتنا لعيله صباحي كلها زوجتك واهلها وكل اهل البلد اللي حضرتك. حضرتك منين يا استاذ نوار؟ يا دكتور. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ربنا يحفظك. انت منين؟ من البحيره ولا منين؟ انا من البحيره من دمنهور يا دكتور. انا اللي كلمت حضرتك امبارح انا مخرج معاهم في عرب الرمل. يا ربنا يحفظك يا استاذ محمد وتحياتي لاهل البحيره كلهم يا حبيبي وان شاء الله اللقاء قريب. ربنا يحفظك. جزاك الله خير عني يا دكتور. حبيبي اتفضل. معانا اتصال تاني للاستاذ محمد. معانا اتصال استاذ محمد. السلام عليكم يا فندم. اهلا وسهلا مرحبا استاذ محمد. ازيك يا دكتور؟ جميل ورائع. اهلا وسهلا استاذ محمد. تحياتي لحضرتك على البرنامج الجميل الرائع بيدخل على قلوبنا الصور. والله برنامج حضرتك جميل الرائع ده وعلى اطفالنا كل عيد ودايما يا رب دايما في تفوق يا رب ونجاح. وبشكر حضرتك ومعد البرنامج وقائمين على العمل الجميل ده يا دكتور طارق. والله منين يا استاذ محمد؟ حضرتك منين يا استاذ محمد؟ من والد حنين وحنين وضال اللي مع حضرتك في البرنامج. اه اهلا وسهلا بحضرتك. احنا الفنانه الرقيقه حنين والجميل البطل نضال ربنا يحفظهم لك يا رب. حضرتك بتعمل ايه يا استاذ محمد؟ حضرتك انا مدير لاحد فروع اكبر سلاسل في مصر يا فندم. سلسله ماركت يعني؟ اه ماركت. اه فندم. طيب قول لي يا استاذ محمد فرصه وحضرتك معانا وانت احد المديرين الكبار لسلسله من سلاسل الماركت الكبيره،
ايه الاجراءات الاحترازيه اللي بتاخدوها عشان نقدر ننظم موضوع الدخول والخروج للجمهور في الماركت الكبيره؟ يعني انا بروح كارفور، بروح سعودي، بنروح مول مصر، بتعملوا ايه؟ ايه بعد العيد الاجراءات اللي هتاخدوها؟ والله يا فندم احنا اصلا والله يا فندم مبدئيا احنا اصلا مطبقين خلاف السباق عندنا والايزو في تداول المواد الغذائيه واستعداد الصناعيه في قسم الفريشات والعمال وتعقيم البضاعه وتعقيم الاماكن اللي موجود فيها البضاعه مبدئيا. وبعد حاجة بياتي في الصف الثاني، الصف لازم يكون لابس الماسك بتاعه، لازم يكون لابس الجوانت بتاعه، يعني في تباعد ما بينه وبين العملاء، في مسافه امنه ما بينه وبين اي عميل وبينه وبين زمايله، ما فيش تجمع كبير جوه السوق بالنظر لحركه الدخول والخروج، نقل جزء من العمال، بعد كده خلصوا على الكاش بيبقوا في التظبط حابين نجيب لهم كراسي استراحه عليها، ممكن تتصل عصير او مياه او ما شابه. بيبقى في تباعد عند الخزن ما بين العميل والاخر. لو قلت حضرتك ناخد الاسباب، هي كلها ليس لها من دونها كشفه، ولكن هي كلها فن اسباب. واحنا كسوبر ماركت يعني وكشركه من اكبر الشركات اللي خدمنا في هذا المجال يعني بنحاول نوصل الكمامات كمان، يعني حتى لو عميل داخل معهوش كمامه بنوصل له الكمامه، لان ممكن عميل يبقى نازل من البيت معهوش كمامه، وده شيء طبيعي يعني اساسي في اخذ المهمات اللي عاملها، ان يعني لازم يكون معاه الكمامه بتاعته ومعاه الكحول بتاعه او المعقم بتاعه. عاملين اجهزه حضرتك عند دخول الفرع، اجهزه تعقيم، عندنا جهاز بنعقم بيه التولات والبساقط اللي بتحط فيها البضاعه بتاعت العملاء. كل دي حضرتك ادوات للتعقيم قبل وبعد. طب انا العميل يخرج من الفرع يعني. سؤال بين السطور سياده المستشار استاذ محمد، سؤال بين السطور كده، حضرتك سامعني؟ بالاسباب يعني. حضرتك سامعني يا استاذ محمد؟ اتفضل يا فندم. اللي الناس ما بتشوفوش حضرتك الكلام ده، الناس بتتابعه وبتشوفه وبتشوف كل الماركتس الكبيره بتاخد اجراءات، انما اللي ما بتشوفوش، هل بيبقى في كنترول على الباك دورز او الابواب الخلفيه للسوبر ماركتس الكبيره؟ يعني العملاء اللي انتم بتتعاملوا معاهم من اللي بيجيبوا لكم الموردين والبضاعه اللي داخله، بيتم برضو عمل كنترول عليها عشان ما تبقاش عرضه للعدوى؟ والله يا فندم ده بوابه الدخول للفرع، فلازم تكون البضاعه داخله بتقف درجه حرارتها يا فندم مبدئيا، بتبقى لو مثلا حاجه محتاجه تبييض بتقف في الثلاجه قبل ما تنزل البضاعه، حضرتك بتبقى لازم تكون جودتها جدا قبل ما تخش، بتقف في حفظ الكرتونه في كيس، بتقف في حاجات معبأه ما فيهاش تخبيط، ما فيهاش واخده هواء، بتبقى المندوب اللي جاي او الموثق اللي بيوصل البضاعه هيئته نظيفه، واخد باسباب التعقيم، بيبقى لابس الجواند بتاعه، بيبقى لابس الكمامه بتاعته. ده حضرتك بالنسبه للابواب الخلفيه لدخول البضاعه والتعامل مع الشركات، يعني لازم يكون واخد كل اسباب التعقيم يعني. احنا بنشكر حضرتك للمداخله المفيده جدا واللي وسعت رؤيتنا عن الاماكن المهمه اللي بنستخدمها ما نقدرش نستغنى عنها، السوبر ماركت والمحلات الكبيرة. أنا بشكر حضرتك للمداخلة ديت، بشكرك على الدكتورة نضال الفنانة الجميلة وعلى الدكتورة حنين ونضال، وتحياتي ليك وعيدك مبارك يا أستاذ محمد. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك. إحنا كنا معاك يا سلمى، عايز نتابع معاكي بقى شرح الأسماء الله الحسنى، نفرح مع بعض. قربي المايك بقى وابدأ امسكي الورقة بتاعتك، يلا واشرحي لنا أسماء الله الحسنى تاني. من الأول الرازق هو المتكفل بأرزاق العباد. تمام. الرحمن هو المحبوب والمتحب. جميل. السميع هو الذي يسمع جميع المخلوقات. الله. العليم هو الذي أحاط علمه بالظاهر والباطن. الذي أحاط بعلمه الظاهر والباطن. جميل. الشكور هو الذي يضاعف الأجر بلا حساب. ما شاء الله. العظيم الذي يعظمه خلقه ويتقون الله. ما شاء الله. البصير هو الذي يرى جميع المبصرات. الله بصير بأحوال عباده. الله بصير بأحوال عباده. احنا وقفنا عند البصير، خلاص ناخد اتصال وبعدين نرجع تاني نكمل. ماشي. اتصال قبل شيماء. ام شيماء اتفضلي. تعالى وبركاته. مرحبا، عليك السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك يا دكتور طارق، وتحياتي لضيوف حضرتك الكرام.
وكل سنة وحضرتك طيب. ربنا يكبر خاطرك وعيدك مبارك. وأنا بحيي الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. وأنا بحيي حضرتك وبحيي الدكتورة سارة على المعلومات القيمة اللي هي قالتها من شوية، وأنا بضم صوتي لصوتها وبقول يا ريت يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عشان نعدي الأزمة دي على خير. كل واحد يبدأ بنفسه وأولاده وجيرانه وأهله، وإحنا لما نعمل كده بنحمي نفسنا أولا، وبلاش التجمعات، ونلبس الكمامة والجوانتي، وبلاش وأنا لابسة الجوانتي أسلم بيه على أكتر من واحد، عشان كده أنا بنقل العدوى لأكتر من واحد برضو. والكمامة برضو مدتها 3 أو 4 ساعات، ولازم أرميها في مكان بعيد عن الأطفال وبعيد عن أي حد، عشان برضو العدوى، وأكون حريصة من جميع النواحي، ولازم أكون إيجابي في أي مكان، مش لازم في بلدي بس، في أي مكان مع أصدقائي مع أي حد. وأنا بكده بحمي نفسي أولا، وبحمي أولادي، وبحمي بلدي كلها. أنا أبدأ بنفسي أولا عشان نعدي الأزمة دي، ودي حاجة ربنا يعني دي الحاجة دي. وجزاكم الله خيرا على المداخلة. منين حضرتك يا أم شيماء؟ أنا من الفيوم يا دكتور. من الفيوم، ربنا يحفظك ويحفظ أهلنا في الفيوم، يا رب يبارك فيك وبشكرك على المعلومات الجميلة. اتصال الأستاذ حسن. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا، اتفضل. وعليك السلام. إزاي حضرتك، عامل إيه؟ الله يكبر خاطرك يا أبو علي، اتفضل. كنت أحب أشكر جميع الناس القائمين على هذا البرنامج الجميل جدا، برنامج جميل جدا يعني كلنا بنسمعه. أنت منين يا أبو علي؟ أنا من الجيزة. ربنا يحفظك ويبارك فيك. طب اتفضل اشكر، انا سامعك اهو، يلا. والله يعني احنا خسرنا مكالمه جميله، واتمنى انك تراجعنا تاني، لان الحقيقه انا حابب اتكلم معاك يا ابو علي. حسن من الجيزه، يا ريت تراجعنا تاني، لان مكالمتك هتبقى مهمه بالنسبه لي. شكرا ليك وشكرا لكل اهل الجيزه، ربنا يحفظك ويبارك فيك. دكتوره سلمى شعبان، وصلنا لاسم الله البصير المبصر بكل عباده، كملي اتفضلي. الوكيل هو المتوفي والمتولي لترتيب خلقه. جميل. الجميل في أوصافه وأفعاله وفي كل أحواله، الله جميل يحب الجمال. جميل. الخالق هو الذي خلق عباده وأوجد وأبدع الأشياء كلها على غير مثال. شكرا، خلصت. أنا بشكرك يا سلمى. إحنا محتاجين نطلع فاصل صغير كده، تستريحوا فيه شوية ونرجع مع بعض تاني، تسمحوا لي نكمل مع اللي ما كملناش معاه. لسه معانا معاذ ومفاجآت مع معاذ، ولسه هنسمع من حمزة، ولسه هنسمع من يوسف، ونسمع منكم كلكم. أعزائي المشاهدين، اسمحوا لنا فاصل قصير ونرجع ليكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين في كل مكان، عيدكم مبارك. فقرة من فقرات قناة الصحة والجمال الجميلة اللي دايما مداومة عليها، اللي بتحسسنا بالعيد، برنامج فرحة العيد والعيد فرحة. يا رب يجعل ايامكم كلها فرح وسرور وسعاده. الحقيقه انضم لينا نجم من نجوم التدريب في مصر، دكتور احمد السمنتي، رئيس مجلس اداره مجموعه كارمن، واحد كبار رياده الاعمال في مصر، واللي شرفنا بقى وكان يعني مزنوق في الكويت في الفتره اللي فاتت، بس الحمد لله رجع قبل الـ الامور ما تزدحم كده واللي بيحصل يحصل. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور احمد. الكويت والسعوديه وفتره عمل في الخارج، الحمد لله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. كل سنه وحضرتك طيب. ويمكن نحب نوجه رساله شكر لكل جيش مصر، مش بس الجيش اللي واقف على الحدود والشرطه المصريه اللي بتنظم حركه الحجر الموجوده، الحجر الصحي والحجر ومواعيد الحظر اللي تمت في الفتره اللي فاتت. بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. بنقول كل سنه وانتم طيب لكل انسان ساعد في عبور الازمه دي اللي احنا بنمر بيها. والاطباء ما ينفعش؟ لا، لسه دول ليهم دور كبير جدا. بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، والحقيقه يمكن بنشكرهم شكر كبير جدا، وبنقول لهم انه مجهودكم مشكور. فكل سنه وانتم طيبين. ربنا يحفظك ويبارك فيك. الحقيقه انا يعني حواري مع حضرتك مختلف، عايزين نبقى يعني من باب نكون عمليين في الفتره اللي جايه، تحسبا لانه الفتره طول، ففي كلام يخص رياده الاعمال وازاي نقدر نتحرك في الفتره اللي جايه، بس اسمح لي نسمع حاجه جميله نحسس الناس بفرحة العيد شوية. طيب، وبعدين نخش بقى في الشغل على طول. حمزة هشام صاحب الصوت الجميل، وحشني صوتك، عايز أسمع منك حاجة جميلة تخرجنا من الجو اللي احنا فيه ده. يا حمزة هتسمعنا ايه يا بطل؟ يلا اتفضل، خلي الميكروفون قريب منك، اتفضل.
هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أنت يبلغ قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أنت يبلغ قدرك عند الله؟ هل لك سر مع الله؟ صوتك الجميل الرائع الطيب، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويحافظ عليك أنت وأهلك يا حمزة، ربنا يحفظك. دكتور أحمد سمنتي، نقدر نعمل إيه في الفترة اللي جاية؟ وإزاي نقدر نستفيد من وجودنا في البيت فترات طويلة ونخرج بره حواجز الملل اللي ابتدت الناس تشعر بيها؟ الحقيقة يمكن العالم دلوقتي أصبح قبل كورونا مختلف تماماً عن بعد كورونا. العالم دلوقتي حصل فيه تغيير كبير جداً، حصل تغيير كمان مش بس في الأسلوب الحياة اللي احنا بنعيشه. لازم يكون دلوقتي يعني ما بنهتمش بأسلوب العلاج، يعني المفروض احنا ما ندورش دلوقتي على العلاج اللي هو يظهر، المفروض ندور على أسلوب الوقاية. طيب واحنا بنتكلم على الوقاية، خليك فاكر احنا واقفين فين. هناخد بس مكالمة كده من سوهاج. طيب. استاذ احمد من سوهاج، مرحبا. طيب. عليكم السلام، اهلا وسهلا. كل سنة طيب. يا رب يكبر خاطرك انت واهلنا في سوهاج. فاكرني بتاع برديس، انا مسمك التحفيظ. اهلا وسهلا ببرديس واهل برديس، ربنا يحفظك. عامل ايه؟ وحشنا يا دكتور. كل سنة وانت بألف خير يا حبيبي، اهل الكرم واهل الشرف واهل العزة. الله يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك يا رب. منورينا والله، ومجهودكم يعني يا ربنا يبارك لكم وينفع بيكم ان شاء الله. انا هسألك سؤال وانا عارف ان هو يعني وقت صعب. فضلت شيخ احمد سوهاج، يعني ايه ان احنا بطلنا الاولاد تروح لدور الحضانات والاكاديميات، وتوقف العمليات التعليميه شويه خلى كل القائمين على العمليات التعليميه شويه في حاله ضيق، نتيجه كانوا بيحبوا الاولاد وبيحبوا ممارسه العمل. قول لي عاملين ايه في الظروف الصعبه دي؟ والله الظروف حاليا طبعا احنا للاسف مش قادرين نتواصل مع الاطفال بالنسبه لوسائل التواصل، حتى عندنا هنا زي ما انت عارف حضرتك ضعيفه، والاطفال ما عندهاش امكانيات انها تتواصل معانا على الواتساب او اي حاجه. فصراحه يعني الدنيا واقفه خالص عندنا. اسال الله العظيم انه يا رب ييسر الامر وترجع الامور تاني لطبيعتها ويبعد عننا الهم والغم والمرض. انا بشكر حضرتك ومن خلالك ببلغ اوصل رساله شكر وتقدير لكل اهلي في سوهاج. انا اشتغلت معاكم كلكم، اشتغلت في برديس واشتغلت بعديكم في ابو شوشه وفي طمة وفي دار السلام وفي سوهاج نفسها واولاد بهيج واولاد سلامه، كل سوهاج بلد كرم وبلد عزه. ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم ويحوش عنكم الشر كله. بشكر ليك المداخله الجميله وبلغ تحياتي لكل اهلي في سوهاج. ربنا يحفظك يا استاذ محمد. يوصل ان شاء الله، نلتقي قريبا باذن الله دكتور. قريبا ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يحفظك قريبا ان شاء الله. نفس الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه، ازاي نقدر اهلنا وناسنا. طيب استنى، نقدر دكتور؟ طب استنى معالي المستشار عماد على التليفون وبعدين ارجع لحضرتك. طيب. سياده المستشار عماد اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك دكتورنا الهمام. يا رب يكبر خاطرك ويحفظك. اولا بحيي حضرتك على البرنامج الجميل، وان انت رسمت البهجه على 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 يعني على وشوش اطفالنا الجمال في العيد في الايام اللي احنا فيها دي. ربنا يحفظك ويكبر خاطرك. بحييك للمره الثانيه على البرنامج الجميل ده، والاطفال الجمال اللي هم اللي بيشنوا القران واللي بيقول الاحاديث الجميله. الاستاذ عماد بيكلمني منين؟ حضرتك انا بكلم حضرتك دلوقتي من حدائق الاهرام.
ربنا يا رب يبارك فيك ويحفظك. قول لي قول لي يا سياده المستشار، سياده المستشار بتعمل في ايه انت؟ حضرتك انا مستشار في القانون التجاري وبشغل محاماه. هل سياده المستشار، واحنا مع حضرتك فرصه، اسمح لي يعني، هل في حضرتك بتفكر ان احنا مثلا نتواصل مع اصحاب القرار ومجلس الشعب انه يبقى في تشريعات في الفتره اللي جايه، حضرتك بما انك رجل قانون تساهم وتساعد على ان احنا الامور تستتب شويه في مجال الحظر ده؟ ده اللي بيحصل دلوقتي حضرتك في مجلس الشعب، وبيحصل من اصدار قوانين واصدار تشريعات على اساس حاضر نقدر حتى نعمل اجراءات احترازيه عشان نقدر نحاصر الموضوع ده. انا بشكر لحضرتك المداخله الجميله، وبدعي لك وبدعي لكل اللي بيسمعونا، اسال الله العظيم انه يعصمكم ويحميكم ويحفظكم. بشكر لحضرتك المداخله الجميله دي سياده المستشار عماد، شرفتني ونورتني، ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ازاي نقدر نحول المحنه لمنحه؟ تمام يا دكتور. يمكن دلوقتي نتكلم ازاي نستغل البيئه اللي حصلت والتغير الكبير اللي حصل في العالم في بيئه الاعمال. يمكن حد اتصل دلوقتي وبيتكلم ان هو مش قادر يتواصل مع لو اتكلمنا مثلا عن الاكاديميات، فهو مش عنده الفئه بتاعته مش قادر يتواصل معاها. لو اتكلمنا بشكل كبير جدا على مستوى العالم دلوقتي، كل بيئات الاعمال وكل المجالات تحولت لعمل اونلاين. الاونلاين دلوقتي علشان نتحول للاونلاين محتاجين ثلاث حاجات مهمين جدا. اتفضل. محتاجين ان احنا نركز على اول حاجه بناء الثقه. بناء الثقه بين مين؟ بين الشخص والمديرين بتاعه، بين الشخص وزمايله في العمل، بين الشخص نفسه ان هو يكون عنده الثقه في نفسه ان هو يقدر يشتغل ويكون قد المسؤوليه ان هو يقدر يشتغل من البيت. يمكن في بدايه الازمه الناس لما جت تشتغل على العمل اونلاين كان في ناس مش مؤهله. سواء لو اتكلمنا في مجال التعليم، حتى لما طرحت وزاره التربيه والتعليم نظام التعليم الجديد من اكثر من سنتين ثلاثه، كانت الناس معارضه لنظام التعليم الجديد لان هم شايفين ثقافه الاونلاين مختلفه عننا. فعلا، وكان في هجوم شديد على وزاره التربيه والتعليم والوزير. سبحان الله ان الامور تروح في الاخر خالص ان احنا نتحط في اطار حتميه الأصبح ما اصبحش اختيار، اصبح ضروره دلوقتي، ضروره ان احنا ننتقل للعمل الاونلاين. يمكن في البدايه لما الناس شافت نظام التعليم اللي هو احنا ازاي نستخدم الكمبيوتر، ازاي هنستخدم الانترنت، ازاي هنستخدم منصه تعليميه ونخلي اولياء الامور يدخلوا ويتفاعلوا، ازاي نخلي الطلاب يدخلوا ويتفاعلوا، ازاي المدرس يتواصل مع اولياء الامور يتواصل مع الطلاب. الحقيقه الوضع ده دلوقتي اصبح ضروره دلوقتي. فاحنا المدرسين في البدايه او بيئه الناس كلها في كل المجالات ما كانش عندها القدره ان هي تتعلم، ما عندهاش الكفاءه لتتعلم، ولكن مع ضروره الضروره اللي احنا المريحه الموجودين فيها دلوقتي اصبحت الناس عندها القدره ان هي تتعلم. نعم. اصبحت عندها ثقه ان هي تبني نظام جديد وتتعلم وتعلم كفائتها بشكل كبير جدا، وعندها ثقه ان هي تبدا من جديد. انا مش قلقان من الرساله، انا قلقان من المرسل والراسل. تمام. لانه الوضع بيبقى يعني حتى اولياء الامور كانوا في الفتره اللي فاتت مرسل اليه. تمام. اصبح حتميه انه يبقى راسل دلوقتي. تمام. دي النقطه الثانيه، ان احنا يكون بناء نظام او سيستم نشتغل عليه. ايوه. انه يكون في منصه تعليميه، لو احنا بنتكلم في مجال التعليم يكون في منصه تعليميه تكون سهله، لو اتكلمنا مثلا في المدارس او في نظام التعليم يكون في منصه يتواصل فيها الناس بين المدرس وولي الامر وبين اداره المدرسه، بحيث يحصل تناغم بين كل الاطراف الثلاثه دول. يبقى الطالب عارف النتيجه بتاعته، لو احنا بنتكلم انه الامتحان هيكون اونلاين، الطالب النتيجه بتاعته تروح لولي امر يشوفها، تروح للطالب نفسه، وفي نفس الوقت اداره المدرسه تتابع. لو اتكلمنا النظام ده موجود في اكثر من مدارس، سواء مدارس انترناشونال، سواء داخل مصر او خارج مصر. فبناء النظام ده ما اصبحش بس في البيئه التعليميه، اصبح كمان في الشركات التجاريه. كل الشركات دلوقتي بقى عندها نظام اونلاين، بقى الاتش ار بدل ما كان بيشتغل في المكتب والاوراق والكلام ده كله، اصبح دلوقتي بيئه العمل كلها اونلاين. كل الناس بتشتغل من البيت، سواء ويمكن هنا بنقول مقترح، يعني بدل ما الناس كلها تشتغل في المكاتب، لو المكتب فيه مثلا ثلاث موظفين ممكن تكون عمليه تبادل، واحد كل اثنين يشتغلوا يومين، او كل واحد يعني لو في المكتب ممكن نخلي اثنين موظفين وواحد اونلاين. بس دي هتحتاج برضو ثقافه التغير دي مع المديرين، يعني الفكر القديم بتاع اداره الامور، يعني الاداره في مصر كده برضو محتاجه ترتيب. ده هيحصل، ده حصل في شركات كتير جدا تحولت للعمل ده، ويمكن انا متابع بعض الشركات الكبيره جدا اللي تحولت لنظام العمل اونلاين، واصبح عدد الافراد عدد محدود جدا في بيئه العمل. ده ادى لحاجه مهمه جدا، ادى الى ارتفاع اساليب الوقايه.
دلوقتي احنا بنتكلم عن فيروس كورونا منتشر بشكل كبير جدا، بدل ما احنا بنقول انه لازم نرتدي الكمامه، اللي اصبح دلوقتي ما اصبحش اختيار، اصبح ضروره، ان انت ترتدي الكمامه، ومش لفترات طويله، لازم تكون لعدد ساعات محدده، انه يكون الكحول معاك بشكل مستمر، انه يكون غسيل الايدين ده بشكل مستمر، لو لمست سطح، لو سلمت على حد. ويمكن هنا بنتكلم عن حته مش التباعد الاجتماعي، يعني احنا ما بنتكلمش انه يكون في تباعد اجتماعي، بالعكس احنا محتاجين تواصل اجتماعي. ولكن هو صح اقول تباعد اجتماعي ولا اقول تباعد في المسافات؟ تباعد في المسافات. تباعد المسافات، بتكلم عن المصطلح اللي اصبح دارج الناس دلوقتي التباعد الاجتماعي. احنا محتاجين تباعد مسافات مع زياده في التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي ده ليه عده طرق، منها الاونلاين، منها الاونلاين. اصبح دلوقتي كل الشركات بتشتغل على برنامج زوم. دلوقتي في شركات كتيره جدا ارباحها ارتفعت بالمليارات، شركه زوم او برنامج زوم اللي اشتغل ده قيمه السوقيه ارتفعت بشكل كبير جدا نتيجه الاقبال عليه. فدلوقتي اصبح العمل اونلاين اشتغل، وبدات الناس تشتغل بشكل كبير جدا. هو سؤالي لحضرتك دكتور احمد، وحضرتك متمرس في موضوع التغيير، الانتقال من الى، والتطور والتحول من الى الافضل. انا بتكلم في الجزء اللي واجعني قوي، اللي هو اولادنا في الفتره اللي جايه، يعني يمكن سوق العمل ربنا يحفظكم انتم شغالين فيه، اولادنا العمليه التعليميه والعمليه الترفيه، خروج الاولاد والتحرك والقصه الفتره اللي جايه دي هيبقى في تضيق ضيق عليه. فالاولاد موجود في البيوت، وبالتالي الحته دي حته البيئه المحيطه بالاولاد في البيت، ازاي اقدر اخلق منها القدره على التعامل اونلاين بقى، اللي هو ان حياتي كلها تبقى قايمه على التعامل مع الكمبيوترز والموبايل بشكل كده. طيب يمكن نقدر نقول دكتور طارق دي من ايجابيات اللي عملتها كورونا في المجتمع، انه حصل دلوقتي الاب بدل ما كان طول الوقت مشغول في الشغل اصبح دلوقتي متواجد مع الاسره في البيت. دي ايجابيه لانه كان في تباعد كبير جدا بين الاسره وبين الاب والام. يا رب تبقى ايجابيه، انا عندي مشكلات جامده في الموضوع ده. بالعكس في ناس يعني كتير جدا حصل اكتشفوا ان هم ما كانوش يعرفوا اولادهم. ايوه حلو كويس، انا مع حضرتك في القصه دي. القصه كلها انه انا بيجي لي شكاوى كتير جدا جدا من بعض كثير من الضغوط النفسيه على الاولاد نتيجه وجود الاب في البيت اللي هو ما كانش يعرف اولاده. بالظبط كده، ده حدث لنتيجه ان هو اكتشف اصطدم بالواقع. نعم. لأنه هو ما كانش عارف سلوكيات أطفاله إيه، ما كانش عارف تربيتهم إيه، ما كانش عارف إن هم بيحبوا إيه. دلوقتي أصبح إجباري إن هو يقعد مع أطفاله. المطلوب في الفترة دي إن إحنا نركز على إن إحنا ننمي المهارات عند أولادنا. البرامج دلوقتي في برامج كتير جدا لتعليم اللغة الإنجليزية، في برامج كتير جدا لتعليم المهارات، في برامج للتصنيع، إن إحنا نصنع حاجات ونشكل ألعاب ونشكل مجسمات نشتغل عليها في الفتره دي، هيكون بشكل كبير جدا هيأثر على. لا هنفتح في موضوع الوسائل ده، وسائل التعليميه في الفتره اللي جايه اللي ممكن اللي يستخدموها او الامور في البيت تساعدهم، عايز اتكلم مع حضرتك فيها دي. بس اسمح لي هناخد حاجه كده من معاذ هشام. معاذ حبيبي اتفضل. انا عارف ان معاذ بقى انت بردت مني ولا ايه، اوعى تنام انت ويوسف كده سندت، احنا في العيد. اتفضل خد الميكروفون يا معاذ. وانت في سنه كام السنه دي يا معاذ؟ ثانيه. لا علي صوتك. ثانيه. ما شاء الله، انت انا سمعت ان انت بقى، خلي بالك انا فاكر انا استضفتك معايا من فتره، وانا جايبك النهارده مخصوص عشان الفقره اللي انت عملتها من فتره، القصيده الرائعه الجميله اللي ناس كتير جدا طلبت ان هي تسمعها. انا عايزك من فضلك تقوم تقف وقول لي القصيده اللي بحب اسمعها منك، بس هتبص في الكاميرا دي، لف كده، لف بص الكاميرا دي. اتفضل قول اسمها ايه القصيده. تناول الطفل طعام. لا اتكلم في الميكروفون. تناول الطفل طعام. قصة تناول، القصيدة اسمها تناول الطفل طعامه. اتفضل. تناول الطفل طعام، يتخيل الهدية أمام، فأمه وعدته بهدية، إن هو أنهى طعام، تساءل بالجنون، ألعبة تقول، أقبلت أمه بطلة بهية، تحمل الهدية، نظر إليها فإذا هي بندقية، صاح بأعلى صوت، يا أمي يا أمي، هذه هي الهدية؟ ضمته إليها واحتضنته بيديها وقالت يا بني لم نخلق للسعادة، فأنت في نظري مشروع للشهادة، فأبوه قطره اليهود ليس يثاب يذكر لأنه أطال السجود، فانتهض الجنود وتساءلوا من تراه يخاطب، أي خاطب ربه المعبود، تبا لهم، والقدس لنا وسلاحنا إسلامنا وتخيلتنا أبناؤنا،
فأنت يا بني مصنوع للشهادة. عاد إلى فراش يشتكي للوساد. هو أصغر من هذا الكلام، ألا يحق له أن يعيش في سلام؟ استسلم لأحلامه ورأى عروسه أمامه، لكنها مقبلة بالقيود وحولها اليهود يخاطبه: يا فارسي حل قيدي عني، انزع سيف الغدر مني، تعبت من صيحاتها، فأنا القدس أقولها لك. ما أوتي بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وبيد يحمل البندقية في الأخرى قصيرا شيء. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك. قرب الميكروفون منك كده، مين اللي حفظك القصيدة الجميلة دي؟ أبي. باباك؟ طب ابعت رسالة شكر لبابا، تقول له إيه؟ كل سنة وأنت طيب يا أبي. قول له بحبك يا أبي. بحبك يا أبي. ربنا يحفظك ويبارك فيك، هو أكيد بيحبك. ومفيش حاجة لماما ولا إيه؟ قول لماما يلا. كل سنة وأنت طيب يا أم. معانا اتصال؟ معانا اتصال. هشام، السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك هشام صالح يا دكتور. يا اهلا وسهلا استاذ هشام، اتفضل. ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ يا رب يحفظك ويبارك فيك. دايما يا دكتور بتدخل علينا قلبنا السرور والسعاده دايما في العيد والله. فضيله الشيخ هشام صالح، الله يحفظك ويبارك فيك. ربنا يعزك يا دكتور ويحفظك ويبارك في عمرك. يا رب يبارك في عمرك. حضرتك والد معاذ. والد معاذ هشام. القصيدة الجميلة الرائعة دي، ربنا يحفظك ويبارك فيك. ولسه راح جات لك رسالة وتحية شكر من معاذ. ربنا يعزك يا دكتور، ربنا يحفظك يا رب، زي ما انت ادخلت على قلبنا السرور كده في العيد. يا رب يحفظك ويبارك فيك، عيدكم مبارك. وطبعا انا بحييك على حمزة وعلى معاذ. حمزة ما شاء الله صاحب الصوت الطيب الجميل، جهد طيب معاهم، ربنا يا رب يبارك فيك ويحفظك يا حبيبي. حمزة بقى يا دكتور يعني البكاء، حمزة البكاء. ما شاء الله. ما شاء الله يعني. ربنا يعني هو يقرا القران وانا في الغرفه التي بجواري سبحان الله نبكي من قراءه او خشوع القران يعني. ما شاء الله. طيب احنا هنستفيد بوجود حضرتك معانا فضيله الشيخ هشام، وعايزين كده نسمع من حضرتك دعاء لمصر وللوطن العربي الاسلامي ولكل الدنيا، بان ربنا يرفع عننا الهم والغم، واحنا معاك اهو. ادعي لنا فضيله الشيخ، اتفضل. اللهم صل على محمد في الاولين. امين. صل على محمد في الاخرين. امين. وصل على محمد في كل وقت وحين. امين. اللهم ارفع عنا الوباء. امين. اللهم ارفع عنا الوباء. امين. اللهم ارفع عن مصر البلاء. امين. برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. امين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. امين. اللهم ارفع عن مصر الوباء والغلاء. يا رب. برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ربنا يحفظك وبيبارك فيك، وبنشكرك ويسمع، ربنا يسمع منك ان شاء الله، كتر خيرك على المداخله الجميله دي، ربنا يحفظك. معانا اتصال مدام امل. الو، السلام عليكم. مرحبا، عليك السلام ورحمه الله. انا بجد بشكر حضرتك على البرنامج والحلقه الجميله دي، وبشكر كل الاطفال اللي مع حضرتك على السرور والفرحه اللي جابوها لنا، وبشكر احدهم جدا جدا على يعني تربيه صالحه، ويعني حاجه فخر لمصر بجد. ربنا يحفظك. منين يا قبل امل، منين حضرتك؟ انا من القاهره. ربنا يبارك فيك وفي أهل القاهرة كلهم، ربنا يحفظك. عاملين إيه في الحظر ده يا أبلة أمل؟ والله يعني أهو، بس يعني ده مضطرين نعمل كده، لأن طبعا الحالات كل يوم بتزيد وكل حاجة، يعني أكيد كل حاجة لمصلحتنا والرئيس بيعملها لمصلحتنا، فيعني الحمد لله. الحمد لله، يا رب يحفظك ويحميك ويعصمك أنت ومصر والعالم كله إن شاء الله. بشكر حضرتك المداخلة وكلماتك الرقيقة. انا عندي طفل 5 سنين، والله العظيم ما تصور الفرحه اللي هو فرحانه وهو بيسمع معايا وبيتفرج، يعني بجد انا بشكركم على الحلقه الجميله دي، وبشكر الاطفال دي، وبشكر اهاليهم، وربنا يحفظهم يا رب. اسمه ايه طفلك؟ اسمه معتز. يا دكتور معتز، سمعنا يا دكتور معتز ولا لا؟ سامع حضرتك. طب قول لنا اي حاجه يا دكتور معتز، كل سنه وانت طيب. مش هيقدر يتكلم محسوب. ربنا يبارك لك فيه ويحفظك، بشكرك على المداخلة الطيبة دي، وأنا بضم صوتي لصوتك، وبنبلغ تحيات حضرتك لأسرة قناة الصحة والجمال على الجهد الكبير اللي بتبذله في إدخال السرور والبهجة على الناس، وبنقول دعائك الطيب لمصر كلها، ربنا يرفع الهم والغم والبلاء عن مصر. بشكر لحضرتك المداخلة الجميلة دي، ربنا يبارك فيك. دكتور أحمد، كل الأهل والناس مشتاقين لعودة الأمور لطبيعتها تاني يعني. باذن الله الامور ترجع باذن الله. يمكن النهارده في دول كتيره جدا بدات تاخد اجراءات كويسه جدا في طريق العوده الى ما بعد كورونا.
في يمكن ايطاليا دلوقتي بدات عدد الحالات فيها انخفض بشكل كبير جدا. السعوديه حطت خطه ان هي ترجع للحياه على مده 3 أسابيع، تبدا بعوده الحياه تدريجيا مع استمرار في الاجراءات الاحترازيه. واللي بنقول عليها دلوقتي يمكن لازم استخدام الكمامه وغسل الايدين، دي حاجه اساسيه ومهمه جدا وضروريه. الكويت برضو خدت اجراءات في طريق العوده الى ما بعد كورونا، الامارات خدت عوده، ويمكن ان شاء الله نتمنى ان الامور في مصر باذن الله ترجع بشكل كويس وافضل بكتير جدا من الوضع اللي احنا عليه دلوقتي. يا رب يحفظك ويبارك فيك دكتور احمد، واحنا متواصلين مع حضرتك تاني، بس عايز كده ادردش مع البنات الجميلات. ممكن استفيد استلف الميكروفون؟ انت عجبك الميكروفون ولا ايه يا ميزو؟ ها تناول الطفل طعامه. يا دكتوره نضال، يا دكتوره حنين، انا سمعت ان انت ما شاء الله رسامه وجميله، وجبت الرسم بتاعك معاكي؟ اه. موجود معاكي؟ اه. طيب انا شويه كده هخليكي تقومي تجيبيه عشان نستعرضه يعني. قولي لي بقى، انت خدت عاديه ولا لا؟ خدت الحمد لله. وحوشتيها ولا صرفتيها؟ لا لسه محوشاها. محوشه عاديه؟ الحمد لله. هتفكري تعملي بيها ايه ان شاء الله؟ انا ممكن اتبرع بيها، وممكن اجيب بيها حاجات استفيد بيها. تتبرعي بيها او تجيبي بيها حاجات اساسيه؟ استفيد بيها. انت قلتي حاجه صعبه قوي. يعني انت ممكن تتبرعي بالعاديه بتاعتك؟ لمين يا حنين؟ كرب المساكين. ممكن. لا انا مش سامعك يا حنين، انا مش سامعك، علي صوتك. ممكن كافي بيها في المسجد. في المسجد؟ اه. وممكن للايتام يعني ممكن حد يسيب العاديه بتاعته ويتبرع بيها للمسجد او للفقراء والايتام؟ انت جميله قوي، مين اللي عودك على موضوع التصدق وال بابا. والدك ها؟ ربنا يبارك فيك وفي والدك. انا سمعت ان انت ثقتك في نفسك عالية. الحمد لله. ايه موضوع الثقة ده؟ بتقولي لي ايه في موضوع الثقة ده؟ يعني ان انا واثقة بنفسي وباخد في مقولة كده بتحبي تقوليها عن الثقة، ايه هي؟ ثقتي بنفسي مفتاح نجاحي في كل اموري. لا انا ما سمعتش، تاني كده. ثقتي بنفسي مفتاح نجاحي في كل اموري. يا سلام، ادي بقى الميكروفون لاختك كده الدكتورة رحمة. يا رحمة، انت رايحة اولى اعدادي دلوقتي. شعورك بقى ايه وانت بقى هتسيبي زمايلك اللي اتعودت عليهم في الفتره اللي فاتت كلهم، وهتروحي بقى ان شاء الله نرجع المدارس يعني، وهتروحي بقى لمجموعه جديده من الزمايل والاصدقاء وكده يعني؟ مبسوطه؟ ها زعلانه شويه ان انا هسيب صحابي. زعلانه صح؟ متاثره. في منهم احتمال ان شاء الله يبقى معاكي يعني برضو كان بحرف الر، مش كده؟ هيكونوا بقى برضو عون ليك انك تستحملي الفتره الجديده بتاعه الاولى اعدادي. مبسوطه بالنقله ديت ولا كنت عايزه تتنك في ابتدائي؟ لا مبسوط ان انت كبرتي وكده. ها أوه. مش كده. بتعملي ايه بقى في البيت في العيد دلوقتي؟ لا العيد ده من زي العيد اللي فات. العيد ده اكتر عيد الاوقات قاعدين في البيت بنبقى زهقانين. العيد الوقت عدى فيه وعشان الحظر ومش بننزل وكده. ان شاء الله يا بنتي ربنا هيرفع عننا باذن الله بفضله وبرحمته ان شاء الله. طب ادي الميكروفون لسلمى. سلمى انا عايزك توجهي رساله شكر لكل الناس اللي حواليك اللي انت بتحبيهم. بص في الكاميرا دي كده وتحبي، لو انا بقول لك في حد انت بتحبيه وعايزه تبعتي له رساله شكر، مين تبعتي لمين وتقولي له انا بحبك قوي وبشكرك على كل جهد بذلته؟ لمين؟ ماما وعمته. بص كده في كده، كلمي يلا ماما وعمتك تقولي لهم ايه؟ اقول لهم شكرا. تقولي لهم شكرا ونقول لهم انا بحبكوا قوي. انا بحبكوا قوي. احنا كمان بنحبك قوي يا سلمى. هاتي ده بقى كده اتفضلي عشان احنا خلاص عايز الحق. ايه؟ خد يا يوسف. يوسف ماما الدكتوره كلمتنا من شويه وقالت على شويه اجراءات وحاجات كده، ماما الدكتوره ساره مش كده؟ هل يا ترى انت بتغسل ايدك في البيت برضو يا يوسف؟ اه. بتغسل ايدك 20 ثانيه زي ماما قالت ولا بتجننها؟ زي ما ماما قالت. وبتعمل ايه بقى برضو؟ بتلبس الكمامه في البيت ولا مفيش كمامه في البيت؟ مفيش كمامه في البيت. هو في بس ما برضاش البسها انا في البيت. ما بترضاش صح؟ وبتتخانق مع ماما في موضوع الـ على النزول وكده ولا ما بتتخانقش؟ لا مش بنتخانق ابدا. طيب ادي الميكروفون لحمزه. حمزه هنسمع منك ايه يا حمزه عشان احنا خلاص قربنا نخلص، عندك ايه تاني تسمعه لنا؟ اتفضل. لا اله الا من ارتش. يلا اتفضل. نسمع الصوت الجميل حمزه هشام. الهي الهي بمن ارتجي وما غير عفوك عني أريد. عبيدك قد أوصدوا بابهم ومن لي سواك إله العبيد ومن لي سواك
إياك إله العبيد. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل، بأن لديك شفاء العليل. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، فأنت إلهي طبيب القلوب، وأنت الذي تقل الذنوب، وأنت الذي تقل الذنوب. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك. الحقيقة وقتنا يعني اقترب على النهاية، ومحتاج أسمع من الدكتور أحمد السمنتي رئيس مجلس إدارة مجموعة كارمن، أحد خبراء التدريب في مصر وريادة الأعمال. عايز كبسولة سريعة لكل اللي بيسمعونا دلوقتي، إزاي نحافظ على نفسنا في الفترة اللي جاية؟ يمكن في الفترة الأخيرة أو في الفترة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، بنقول للناس أسلوب الوقاية خير من العلاج، بنقول سرير في البيت أفضل من سرير في المستشفى، بنقول إنه ضيق في الرزق أفضل من ضيق في التنفس، بنقول إنه المحافظة على بلدنا وعلى قوتها أفضل بكتير من إن احنا تدهور حياتنا، بنقول إنه أساليب الوقاية مهمة جدا 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 في الفترة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. بنقول للناس كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله تكون الأيام الجاية أفضل بكتير جدا إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا، وبقول يا رب عيدك مبارك، وإن شاء الله الأيام اللي جاية تكون أحسن. أنا بشكرك يا حنين محمد علي على الرقة وعلى الجمال، كنا نفسنا نعرض الفن الحاجات الفنون بتاعتك، ولكن إن شاء الله نعرضها تاني، الفنانة الجميلة الرقيقة. بشكرك يا رحمة عماد على التقديم الهايل ومشروع مقدم برامج جميلة إن شاء الله الفترة اللي جاية. الرقيقة صاحبة أسماء الله الحسنى والشرح الرائع سلمى شعبان، بشكرك على الكلام الجميل. هنا بقى بشكر يوسف الشقي الجميل صاحب القصيدة الرائعة أنا واحد ما بين ملايين وأنا فاكرها. نضال محمد بشكرك على الجهد الجميل الطيب. تفضلي تعالي، تعالي جنبي هنا يا مريم، تعالي جنبي هنا يا أمل. ومعاذ هشام تفضلي، تعالي تعالي جنبي كده. معاذ هشام أنا بشكرك على قصيدة تتناول الطفل طعامه. أما بقى صاحب الصوت الجميل الطيب حمزة هشام، خليت العيد لي طعم وخليت الحلقة الجميلة لي طعم. صاحب الصوت الجميل الرقيق، ربنا يحفظك ويحفظ أهلك يا حمزة. أمل اللي كانت قاعدة بقى معانا بردانة شوية، بشكرك على وجودك معانا النهاردة وعيدك مبارك يا أمل. مريم مش عايزة تقول لنا حاجة يا مريم؟ تبص كده وقولي كده في الشاشة دي، قولي لك كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة طيبين وانت طيبة يا قمر. أنا بشكركم جدا ويا رب عيدكم مبارك. في نهاية هذا اللقاء أنا بتوجه بالشكر لكل أصحاب الفضل علينا على الحدود الخارجية وعلى الحدود الداخلية، جيش مصر وشرطة مصر، وبتوجه بالشكر الخاص لكل أطباء مصر على الجهد الكبير في الظروف الاستثنائية اللي احنا فيها. ببلغ تحيات فريق العمل اللي موجود في العيد في هذه الظروف في الصحة والجمال، مدير الاستوديو الأستاذ جمال عبد العظيم، وكل مخرج الرائع وفريق العمل والمصور الجميل اللي جايين في هذه الظروف وسايبين أهلهم وناسهم عشان يعيدوا معانا. كل الشكر ليكم على حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في برامج أخرى. اقبلوا تحياتي طارق درويش، أراكم لاحقا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.